القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية التي هي أعلى هيئة تقاضي في الاتحاد الأوروبي، المنظمة الكبيرة التي تضم 28 بلد ديمقراطي ونامي متطور في العالم في قارة أوروبا، هو موضوع بالغ الأهمية. ولكن للأسف الرد اللي قدموا بعض الدول الأوروبية عليه، وقدموا حتى بعض المراقبين الآخرين، هو تعليق وتعقيب مغلوط. المحكمة قالت بأن المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية. إذن ماذا يفعل المغرب هناك؟ على المغرب أن ينسحب. رد الفعل المتوقع والذي كان يجب أن يكون من الحكومات الأوروبية ومن المنتظم الدولي هو بأنه إذن ما دام المغرب ليست لديه سيادة، ما الذي يفعله في بلاد الآخرين؟ ماذا يفعل في سرقة ثروات الشعب الصحراوي، في قمع الشعب الصحراوي، في سجن الشعب الصحراوي، وفي احتلال ترابه لمدة تزيد عن 50 سنة؟ يعني هذا الحكم فضح النظام العالمي القائم على اللصوصية والسرقة والتغاضي عن الجرائم، لأن الاحتلال هو جريمة حرب، الاحتلال هو جريمة ضد الإنسانية، احتلال تراب الآخرين جريمة تعود للقرن نهاية القرن 18 عندما كان يقوم بها الأوروبيين.